ليش احنا في الدار؟ عشان ما حقنا الكورونا فيروس. مرحبا. انا فداء. انا جوليا. احنا في ايطاليا وملتزمين بالتعليمات اللي موجودة هون. الشهر بدينا نسمع عن إصابات وبالتحديد إصابات في المحافظة تبعتنا بقرية صغيرة جنب محافظة بادوفا. عدت منطقة حمراء بسرعة هاي القرية الصغيرة اللي عدد سكانها حوالي 3000 شخص لمدة 14 يوم خلوهم في البيوت، فهذا حد كتير من انتشار الفيروس في مدينة بادوفا وفي الفينيتو. لحد امبارح كان في حوالي 6000 إصابة هون. قرارات جديدة يحدوا فيها من حركة الناس، فاقتصرت على أسباب معينة. تصريح لازم الواحد يكون معبي، وأكيد هون بده يكون في عند الواحد ضمير وصدق. ففي البداية كانوا يحكوا لنا أوكي ممكن تطلعوا بالهواء الطلق، وممكن تاخدوا أولادكم كمان تلعبوا معهم في الحدائق، ممكن تطلعوا تتمشوا. بطل في وساع في المستشفيات هون للناس انه تتعالج للأسف. كثرة الناس، العدد الهائل من المصابين والعدد الهائل من الناس اللي بتحتاج لعناية مركزة بترهق هذا النظام. قد ما يكون النظام الصحي على مستوى عالي، بس احنا نحاول ما نرهقه علشان طلعة ولا علشان قاعدة مع أصحاب. ما هو علشان سلامتنا وعلشان سلامة الناس اللي عايشة معنا. أنا عندي بنت صغيرة عمرها 4 سنوات وعايشة مع عائلة إيطالية وكبار بالسن، فأنا كتير بشتغل مع بنتي في المطبخ الأشياء الملائمة للأطفال زي البسكوت والعجين، فهذا مهم جداً. يلا نحميه.